اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما قلنا في الانترو في بدايه الحلقه ان منتخب تنس الطاوله المصري استطاع في انجاز تاريخي لاول مره يحدث يعني في تاريخ التنس الطاوله المصريه انه يتاهل لدور ال 16 في بطوله العالم اللي فاتت اللي اتلعبت في الصين. احد هؤلاء الابطال اللي تحقق على ايديهم هذا الانجاز هو شادي مجدي او كابتن شادي مجدي لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر اللي بنرحب بيه في الاستوديو. اهلا بيك يا كابتن شادي. اهلا وسهلا كابتن ايسر. انا والله مبسوط دايما العب معاك على تقنيه في البرنامج. انجاز يعني تاريخي وده طبعا لازم يديك حقك وندي حقك وندي زمايلك كمان حقهم لانه الحقيقه دي حاجه كانت غير متوقعه. انا نفسي ما كنتش متوقع. ولا احنا كنا متوقعينها بصراحه. ده حقيقي انتوا نفسكم ما كنتوش متوقعين بصراحه. لا بس انتوا كنتوا مجموعه صعبه. المجموعه كانت صعبه وهو اصلا البطوله عموما دي بتبقى صعبه جدا. هي كانت في العادي البطوله دي بتتلعب بشكل ديفيجنز حسب التصنيف، يعني كل الديفيجن 1 مثلا من اول تقريبا كان اول 32 فريق وديفيجن 2 بعد كده اللي هو كل 32 فريق. فدي اول بطوله تتعمل بشكل زي كاس العالم بتاع الكوره اللي هو كل الفرق هتلعب اللي اتاهلت لكذا لبطوله العالم وبتتقسم المجاميع بقى ضم كله مع بعض بالظبط كده. فكان المجموعه بيبقى فيها خمس او كمان يعني خمس او ست فرق، فطبعا بيبقى مجموعه كبيره. مجموعتنا كان طبعا كان احنا كنا المجموعه الرابعه، كان معانا رابع العالم كوريا اول المجموعه بتاعتنا، واحنا كان تصنيفنا ثاني المجموعه بتاعتنا. كان ثالث المجموعه تشيك، الرابع كان كندا، كندا، الخامس السعوديه. السعوديه بس كندا برضه مش فريق قليل يعني اللي اعرفه انه برضه بالظبط هو كلهم صينيين اصلا مجنسين. اي بس لسه الثلاثه صينيين بالظبط كلهم صينيين. فاحنا المشكله بس احنا ما كناش عارفين المنتخب الكندي ده انظام يعني احنا الثلاثه اللي كانوا موجودين كنا اول مره نشوفهم بس هم شكلهم كلهم صينيين فاحنا مش عارفين ايه الوضع. استنينا نشوفهم في ماتش كانوا هم بيلعبوا كوريا واحنا كنا بنلعب اول ماتش مع السعوديه. الحمد لله هو برضه كان ترتيب الماتشات نفعنا بصراحه. شفتوا الفرقه الثانيه؟ لا وابتدينا كمان من ناحيه تدريج القوه بتاعت الماتشات. بدات السعوديه نفعتنا بالظبط، نفعتنا ان احنا ابتدينا بالسعوديه الاول الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب 3-0. وتاني ماتش كان كندا الحمد لله برضه ربنا قدرنا وكسبنا 3-0. كان تالت ماتش كان مع كوريا الاول المجموعه بتاعتنا. ده كان اول ماتش انا اشارك فيه. الحمد لله احنا يعني ادينا اداء مشرف بصراحه مع رابع العالم يعني كوريا. وكوريا دخلت الاربعه على فكره يعني خسروا سيمي فاينل ربع عالم. بالظبط. احنا خسرنا 3-1. الحمد لله انا قدرت في الماتش ده ان انا اكسب الثالث. ده تصنيفه 47 على العالم بس اللي كان نفسي ان احنا نقدر نكسب الماتش كان يعني هيفرق كان معنا جدا. ايه هيفرق معانا جدا بالظبط يعني. بس خلي بالك انتوا عشان كنت التصنيف الثاني فجاء جدولكم حلو دايما احسن جدول بيبقى جدول الثاني. ده حقيقي. الاول بيبتدي دايما هتلاقيه مثلا ممكن مع الخامس بس ممكن مع تاني ماتش. ده اللي حصل فعلا. احنا لعبنا تاني او تالت ماتش مع اللي هو مع كوريا. دايما احسن جدول في كل البطولات بيبقى جدول التاني. ده حقيقي فعلا. بس طبعا في الاول والاخر ده لا يقل ابدا ان احنا تاهلنا مجموعتنا تاني مفيش مشكله خالص. اصطدمنا بهونج كونج يعني فرقه جامده جدا برضه صينيين. انتوا كنتوا الملعب كله صينيين صح؟ ده حقيقي. كله يعني كل الفرق كلها مجنسه. ده حقيقي. فقابلنا هونج كونج وهونج كونج مصنف بالزبط. يعني مصنف. عملنا ايه في المباراه دي ويعني وهي كانت ماشيه ازاي؟ طبعا احنا اول ما عرفنا احنا كان القرعه اول لما عرفنا يعني تاهلنا تاني مجموعه احنا عرفنا ان احنا هنقابل مفروض يعني كان يا يابان يا برتغال يا اما رومانيا يا اما هونج كونج. تمام. فاحنا كنا بنتمنى لان كان اولا المنتخبات الاوروبيه اقل اكيد ان احنا كنا ممكن يعني يبقى في فرصه اقوى من كده. خساره طبعا كنا بنحاول ان احنا نبعد عن ايه يعني اي حاجه اسيويه. هي دي فئتكم دي قرعه ولا لا؟ مش فئتنا طبعا هي قرعه بالظبط. فاول لما جالنا بصراحه هونج كونج يعني قلنا خلاص يعني نحاول نعمل اقصى حاجه عندنا خصوصا دي جزء من الصين يعني. ف يعني قلنا صدمتوا بالصين بطل العالم بالظبط. ما بالظبط. ف وهم اصلا يعني تقريبا هم خسروا على الاربعه على دخول الاربعه. خسروا على دخول الاربعه من اليابان تقريبا. لا من كوريا. احنا كنا هنلعب كوريا على الاربعه لان هي بتبقى قرعه. فحتى اتحط معانا كوريا لو كنا كسبنا كنا هنلعب كوريا تاني بس تاني على طول الاربعه بالظبط. مع انها كانت في مجموعتنا عشان بتتعمل بس خلي يعني. بالك انتوا القرعه ما خدمتكوش يعني انتوا لو كنتوا لعبتوا لو كنتوا بعدتوا عن اليابان وهونج كونج بالظبط وكنتوا لعبتوا البرتغال مثلا بالظبط كنا هنطلع دور الثمانيه. كان ممكن كان يعني طبعا النسبه برضو خد بالك ان التلات لعيبه اللي هناك كانوا لعيبه برضو في البرتغال مش قليلين يعني صينيين برضو. لا مش صينيين مش صينيين بس لعيبه طبعا ليها تاريخ وليها يعني لعيبه جامده جدا في اوروبا.
بس يعني كنا نتمنى عموما كان المنافسه تبقى بعيده عن اسيا شويه عموما يعني، بالظبط. لان برضه بالك انت هونج كونج خسران 3-1، انت في البرتغال كنت ممكن تكسب انت 3-1 بالظبط يعني، او ممكن تكسب ما اعرفش 3-2 يعني، كنت ممكن تكسب بنتيجه يعني تخليك تقرب، انما هونج كونج كان الموضوع صعب. بالظبط، هو الموضوع بيبقى اقرب اكيد مع اوروبا يعني، خصوصا لعبهم شبهنا وطريقه لعبنا شبههم، وعندنا محترفين هناك. بالظبط بالظبط، يعني احنا كل اللعيبه تبين اكتريتها مصريين دلوقتي بقى محترفين في اوروبا يعني، وعارفين المدرسه الاوروبيه وكانت تبقى دول. بس ايا كان هو انجاز تاريخي نوصل دور ال 16 دول العالم بشكلها الجديد، بالظبط، بعد ما ضموا كل الديفيجنات او كل الليفلات على بعض، بالظبط. فطبعا بقت المنافسه اقوى كتير جدا جدا.